حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. في هذه الحلقة من عشاق القرآن سنتعرف على حافظ بدأ الحفظ في الصغر. ليست هنا القضية، فالكثيرون يبدأون الحفظ في الصغر. لم تكن في قريته حلقة للقرآن، فكان أبوه يلقن ويسمع بعض الآيات القرآنية. أيضا ليست هنا القضية، فالكثيرون أيضا يفعلون ذلك. القضية أن الطالب استمر لسنوات عدة منذ السن السادسة إلى أن أنهى المرحلة الثانوية ولم يحفظ سوى 8 أجزاء فقط، لكنه لم ييأس ولم تنتهي عزيمته، لأنه له هدف واحد بمساعدة الأسرة. وبعد أن قرر البداية الجدية في الهدف وصل إليه بسرعة. هذا الطالب أيضا الآن له هدف آخر وأهداف كثيرة مشروعة وجميلة، نتمنى لها التوفيق، وسنتعرف على هذه الأهداف في هذه الحلقة. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. طبعا بدأت الحفظ في سن صغير، وكان عمري تقريبا في سن السادسة. لم أكن في المدرسة، وبالطبع لم أكن أستطيع القراءة، كنت أحفظ عن طريق التلقي. كان أبي يلقنني وأنا أتلو بعده في البيت. في البيت حفظت تقريبا على هذا المنوال جزء، ولم تكن توجد حلقات في قريتنا، ولكن كان يوجد مراكز صيفية كانت تقام في العطل بعد كله، وكان مديرها عمي. كنا نحفظ في هذه المراكز العلوم الشرعية ونحفظ القرآن، ولكن لم يكن هنالك تواصل، كانت منقطعة. بالنسبة هذا الأب، هو أب فاعل معنا أصلا، هذا أنا يعني أعرفه شخصيا، وهو دكتور ما شاء الله عليه، وكذلك خطيب بارع، وكما يعني ذكرت لك هو أب فاعل معنا، وهو حريص على أبنائه أشد الحرص، لا يستخدم معهم العنف وإنما يستخدم معهم الحوار بداية، ثم يستعين بنا إذا مثلا في هناك مسألة أشكلت عليه يستعين بي. يعني يأتي إلي يقول عند الزبير في كذا وكذا، حاول تساعدني في علاج هذه القضية. فهو ما شاء الله يعني كما قلت لك أب يسعى إلى صلاح أبنائه. لم ينقطع الزبير منذ بداية عمره عن القرآن الكريم، لكنه في المقابل لم ينجز الكثير خلال أكثر من 6 سنوات مضت، وهي 6 الأولى منذ بداية الحفظ عند والده. والأهم أنه لم ييأس بعد أن تعثر ولم يستطع الإنجاز. كان عمري 13 عاما تقريبا عندما كونت حلقة في قريتنا بعد أن تخرج عمي من الجامعة في الدراسة الإسلامية، وكان في الحلقة طلاب كثير، كنا نتلو عند الأستاذ في اليوم الأول ثم نسمع في اليوم الثاني، ولذلك كنا نتأخر في الحفظ. حفظت ما يقارب 8 أجزاء، وكان عمري في ذلك الوقت 15 عاما. وبعد ذلك تخرجت من الإعدادية، ثم انتقلنا إلى المدينة. في أول الانتقال لم ألتحق بالحلقة لأنه لم أتعرف على أحد في هذه في المدينة. الشيء الذي جعله يستمر هو صلاح الأب. أنا أعتبر هذه نقطة مهمة، إذا كان الأب صالح سيأتي أبناؤه صالح كذلك. يعني لما يستمر الابن في حلقة التحفيظ في أبناء يتفلتون وهم قد ختموا القرآن الكريم أصلا،
لكن هذا هو ما زال في هذه الهمة، لأن هناك متابعة من الأب والأم. هو في بيت صالح، في أسرة صالحة طيبة، فلذلك تجد أن زرع الاستقامة يوميا في قلبه. يوما هناك تربية، هناك تعليم، هناك شيء يحثه على هذه الاستقامة. يمكن القول أن الفترة التي تلت الدراسة في القرية وهي فترة الانتقال للمدينة كانت بداية انطلاقته الحقيقية في الحفظ. عندما انتقلنا إلى المدينة لم ألتحق بالحلقات، لأنه لم أكن أتعرف على أحد. وبعد ذلك تقريبا بسنة التحقت بالحلقة، ولكن كانت متقطعة. كنت ألتحق بها عندما في العطل، تقريبا العطل فقط. وبعد ذلك حفظت على هذا المنوال ما يقارب 15 جزءا. وفي العطلة، في عطلة الثالث ثانوي، التحقت في دورة بالإمام الشوكاني، وكانت هذه الدورة 40 يوما، وأنا لم أحضر إلا 30 يوما. راجعت ما حفظت، صحيح أني لم أحفظ فيها كثير ولن أنجز إنجاز يعني عظيم، ولكني خرجت بثمرة عظيمة وهي الدافع إلى حفظ القرآن. أنا والله بالنسبة لي وجدت صفات في هذا الطالب وهو الزبير، جزاه الله خيرا وأسأل الله أن ينفع به. وجدت فيه صفات كثيرة، من أفضل هذه الصفات المصداقية، أنه طالب يتحدث بهذه المسألة المهمة وهي مسألة المصداقية. فهو لا يحب أن يمدح نفسه كثيرا، حتى أنه يقول أنا لم أحفظ كثيرا يوم أن كنت صغيرا، وإنما بدأت في الحفظ في هذه الفترة فقط. ثانيا، وجدت في خلال هذه الفترة همة عجيبة ما شاء الله عليه، همة عالية جدا جدا، حتى أني كنت في أحد الأيام طلعت الدرج حق المسجد الساعة 9 في الليل، وإذا به يراجع في الدرج حق المسجد لوحده الساعة 9 في الليل. قد ذهب الطلاب جميعا، لأنه عندنا حلقة بعد صلاة العشاء كذلك، هذه الحلقة حقهم تستمر إلى الساعة 9. الطلاب تفرقوا جميعا، العجيب أنه ما زال مستمر إلى الساعة 9 وهو يقرأ وكذلك يراجع ويهتم بهذا الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. طبعا بدأت الانطلاقة الحقيقية بعد أن تخرجت من الثانوية. كنت أسمع في اليوم من 3 إلى 6 أوجه، وكنت أراجع في اليوم نصف جزء في نفس الوقت. وكان الفترة الحفظ بعد الفجر وبين مغرب وعشاء، والمراجعة بعد العشاء. كانت طريقة المراجعة طبعا سردا مع زملائي الذين يحفظون مثلي. كان الأستاذ يجعلنا نسمع بيننا البين، يعني الاثنين مع بعض، وكنت أسمع من أول المقطع، من أول بداية الجزء إلى نصفه، وفي اليوم الثاني أكمل النصف. اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن، اقرأ واعلم فبذا تسلم، أول قول في القرآن، اقرأ وافهم فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما.
طبعا أنا ندمت على الانقطاعات، ولولا الانقطاعات للآن لحفظت الصحيحين والسنن ودخلت في المسانيد، ولكن الانقطاعات هي أكبر مشكلة يواجهها الحافظ. فالانقطاعات تجعل من الطالب ينسى كل ما حفظ، ثم إذا عاد إلى الحلقة الأستاذ يرغمه على المراجعة من جديد، فيبدأ من ذلك مشوار جديد ويتأخر عن الحفظ. ليست قضية الانفتاح، وإنما هو علاقته مع الناس يعني يتعامل معهم بكامل أخلاق الإسلام. أراه يبتسم، أراه يفي إذا يعني مثلا أوعد يفي ولا يمكن أن يخلف الميعاد، وكذلك نراه يلعب، نراه يلهو، نراه كذا، ولكنه إذا أذن المؤذن إذا به في الصف الأول ينطلق مباشرة. يعود الزبير لأسرة ملتزمة وحريصة على تعلم علوم الشرع، ولم يشذ عن ذلك أبدا، لأن حفظ القرآن لا يعتبر نهاية المشوار بل بدايته. ولي طموحات كثيرة، وهي أن أحفظ الصحيحين في البداية، ثم أدخل إلى السنن، وثم المسانيد، وذلك في دافع من أبي. أبي يشجعني على ذلك، لأن أبي يعتبر خطيب هذا الجامع وإمامه، وهو دكتور في اللغة العربية في جامعة إب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بدأت الآن أشوف اختبارات القبول في كلية الطب، طب بشري، وبدأت أراجع من الثانوية فما فوق، لأني أريد أن أصبح طبيبا. فما أجمل أن يكون الإنسان حافظا للقرآن وفي نفس الوقت طبيبا، لأن حافظ القرآن يؤدي عمله بأمانة، فالقرآن يجعلك تؤدي ما تقوم به من عمل بإتقان. نحن بالنسبة لنا جميعا في حلقات التحفيظ، الأصل في أننا نحث جميع الطلاب إلى أن يدخلوا هذه الأقسام العلمية. لا يمكن أن يكتفي أن يكون خطيب أو أن يكون إمام أو أن يكون مدرس حلقة فقط. هذا كانت النظرة سابقا. وأما الآن فيجب على جميع الطلاب أن ينافس. ادخل الطب، ادخل الهندسة، أنت ما شاء الله حافظ قرآن كريم. إلهي اجعل كتابك لي شفيعا، وبلغني به شأن الرفيع، إذا جمع الأنام بيوم حشر، وقد حملوا بضاعتهم جميعا، فثقل ربي بالقرآن حمني، وجاوزني الصراط به سريعا.
أنا الإسلام أدعوكم أنادي، فلبوا أيها الأبناء أجيبوا، أنا الإسلام جارية دموعي، لأني بين أبنائي غريب، لأني بين أبنائي غريب. تداعى القوم جوعا ينهشوني، فلا خل يذود ولا حبيب، فلا خل يذود ولا حبيب. طبعا لي رغبة في أن أستمر في العلوم الشرعية وفي نفس الوقت في الجامعة، يعني مرتب جدول لهذا للحفظ بين العلوم الشرعية. وهو الجدول كيف؟ الجدول يكون أولا مراجعة القرآن، أولا مراجعة القرآن، ويكون على أنا مستمر في هذه الأوقات بعد الفجر نصف جزء، وإذا أتممت النصف الجزء قبل الشروق أقرأ قراءة وليس مراجعة. ثم بين مغرب وعشاء أراجع اللي راجعتها بعد الفجر. العلوم الشرعية متى؟ العلوم الشرعية نلتحق إن شاء الله بمراكز تعليمية كمركز الحكمة أو مركز الإمام الشوكاني، ونتبع المشايخ، وطبعا مساعدة من أبي. لا يمنع من ذلك ترتيب الوقت، الهمة العالية، السعي وراء الهدف حتى تحقيق هذا الهدف، كل ذلك سيحصل عليه الإنسان. إذن في ختام هذه الحلقة من عشاق القرآن التي كنا فيها مع أحد الطلاب الذين نفتخر بهم ونريده أن يستمر على ما هو عليه، ونؤكد على نقطة التحاقه بالجامعة بالتحديد في قسم الطب الذي بدأ الآن يتجهز لاختبار القبول، إن شاء الله يقبلوا في هذا الجانب، وهو قادر على مواصلة ذلك، لأنه كما لمسنا صاحب همة عالية، وإذا أراد الوصول إلى شيء يصل إليه، فلذلك نتمنى له التوفيق. وشيء جميل لفتنا في هذا الطالب حب الناس، ابتسامته الصادقة وتعامله العفوي والطبيعي مع الناس، والذي يعكس الكثير من النظرة عن بعض حفاظ القرآن من الانعزال والانطواء والبيئة، الانغلاق على بيئة واحدة، وهذا ما لا يليق أصلا، ونريد أن يكون حافظ القرآن للناس جميعا تماما كما هو الزبير. لذلك نحن نكرم الزبير، نتمنى لك التوفيق ونكرمك، واستمر بتشجيع النادي اللي احنا متفقين عليه، وأيضا اسمنت الوحدة هديك 100,000 ريال. شكرا، موفق. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل.